وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا بسم الله الرحمن الرحيم استكمال لمهرجان مولتك عندنا مش في اي حته تانية. تعال النهارده نعمل الملبن. عشان نعمل الملبن ونطلعه صح الصح نعمله محشي او نسيبه ساده او نحشيه بالقشطه او بالشوكولاته او بالحلاوه او نعمله كمان بعين الجمل حبل. تعالوا اما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا نص كوبايه من العسل كلوكوز وحطيت عليهم كوبايه ميه وكوبايتين سكر غلي واديتهم شويه ملح ليمون او عصير ليمون وعملت عود ابيض. وبعد كده جبت كوبايتين من النشا دوبتهم مع كوبايتين من الميه وبعد كده كوبايتين سكر وكوبايتين ميه مع شويه فانيليا غلي وعملت الخطوه الاولى بتاع النشا والخطوه الثانيه. هدي النار. بص بقى التركه. هدي النار واقعدي قلبي وجيبي الجناب كده اقشطي اقشطي زي ما انت شايف لحد ما يكشف. يكشف يعني ايه؟ يبقى ابيض وردي. هوريك ازاي بالكبش. نار تهديها للنص واقشطي كده زي ما انا شغال. هات الجناب هات الجناب زي الريشه اللي في محلات بيع حلاوه المولد في كل حته. اعمليها ريشه. ريشه يعني ايه؟ تجيبي الجناب وتجيبي النص وتجيبي كل حته واحده 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 واحده. في الاثناء دي تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38-55-00-17 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم. زودت مفتاح فتح مصر. بص التركه هعرف ازاي نوصلها حسن. لازم تقشطي كده اهو. شايف المضرب ده عامل ازاي قدامك اهو. وارجعي من الحروف وخشي واحده واحده جوه واطلعي من جوه على بره وايدك شغاله والنار هاديه. تمام اهو كشف. تعال اما نشوف كشف ازاي. بجيب معلقه او كبشه. تعال اشوف التفاصيل. بص عليها كده من اربعه. بص من ثلاثه زي ما عندك. بصي بصي كشف ازاي. هو ده التريكات هو ده التريكات. بص الكشفه هي دي الكشفه اللي هي بتبقى باينه للسلسلة اللي تحت. وبص الكشف هو ده التفاصيل. تعملي ايه يا عم حسن؟ تقعدي واحده واحده كده اهو كده اهو. بص التركات. تستعجليش وايدك بالراحه ما تتعصبيش عشان ما توجعكيش. مين معانا يا نانسي؟ يا هنا. الو يا شيف. صباح الفل يا هنا. ايه يا عم شيف؟ كله بونو يا هنا. منورني انت والله يا شيخ. يا نور حضرتك يا يا جمالك يا حركاتك يا هنا. كل سنه وانتم طيبين. وايه الاخبار يا شيخ؟ كله بونو. وعايز اسلم على كل الانتخابات واشرف عليهم. احلى تحيه لكل قبلي يا هنا يا عسل مننا كلنا. استوى كده. تعالى بقى بص يا سور. عشان اعمله محشي قشطه او حلاوه بجيب صاج بدهنه ماده دهنيه وادي له نشا. وتعالى شوف العود. تعالى شوف العود. بص التفاصيل. بص الحركات. بص العود. بص العود. بص العود. بص على العود. تعالى قلب يا حسن واخبطه خبطتين كده. بص التفاصيل. وبعد كده بعد ما تفصلت كده بص رش عليه نشا. رش عليه نشا. رش عليه نشا. وسيبه يبرد. سيبه يبرد. تعالى حط ده على ده اهو. والشيف حسن الصغير بيقلب في الملبن بتفاصيله يا جمالك. وبعد كده يا حسن زي ما اتفقنا احنا لسه بدأنا. تعال اروح جايبه هنا عندي العين الجمل ادككه في الايه؟ الخيط بتاعك. زي الفل. حاضر دكيك اهو. تعال بقى نعمل ايه؟ هنعمل هنا اركن ده يبرد عشان افرده. انا جهزته اهو عشان ابرده وافرده. اما بقى لو انا عشان اعمله بقى حب لضمت العين الجمل اهو واروح جايبه في الصينيه ده اهو ده بيتبر. النشا ده بص الصاج بتاعك اللي تحت الصاج اللي تحت ده بص حط فيه نشا. تعالى اما نشوف هنعمل ايه. شكرا شيف حسن. تعالى بص ناخد الملبن كله ده بص ونحطه هنا كده اهو. بص يا جماله. بص بقى اهو انا جايب الاستاند ده اروح جايه واخده ده كده واروح جايه واخده ده كده. وتعالى نزل كده اهو.
ادفنه في وسط الملبن، ادفنيه زي ما انت شايف كده، دفنتيه. خدي بالك بقى التركه اللي جايه دي مهمه قوي، عايزاها وش ولا اتنين وش ولا ثلاثه وش؟ يعني ايه يا حسن؟ كل ما تاخد وش تبقى ارخص، لكن اللي هي وش واحد تبقى اغلى. اخد واصفيه، بص التفاصيل، بص كده، واروح جاي معلقاه على الاستند كده، وقعت طارت، واسيبه يصفي. اهم حاجه التصفيه دي، بعد ما ينشف خالص، خدي بالك اهو، عايزاه وش واحد مبروك عليكي، عايزاك وشين بعد ما تجمد ادي لها الوش التاني. تفاصيل قدامك اهو يا جماله، سيبيه يصفي خالص، سيبيه يصفي خالص، كل التفاصيل قدامك اهو. بعد ما شرب كده اهو يا تفاصيل، تمام، سيبيه ينشف خالص ياخد الرطوبه، وبعد كده تنزليه جوه الملبن تاني، والملبن لازم يكشف كده، اقعدي قلبي فيه على النار اكتر من ساعه عشان يكشف كده. خدي بالك يكشف اهو زي ما انت شايف الكشف اهي قدامك اهو. تعالى بقى وانت كده اهو هجيب لك الكشف اهو، بص تعالى، بص شيل الحله دي يا حسن، الكشفة قدامك اهي، الكشفة قدامك والتيست قدامك اهو. تعال بص يا ياسر، نشف، بص اهو نشف ما عادش بينقط. تعال ندي الوش التاني، واتفقنا لو وش واحد اغلى، اتنين وش ارقى شوية، تلاتة وش ارقى شوية، عشان يبقى الوزن بتاع الملبن اكتر من عين الجمل، او العين الجمل اكتر من ده. اروح جاية حطاه كده برضو بعد ما نشف، واروح جاية ساقياه تاني، كل التفاصيل قدامك، اسقي بكل هدوء كده. اهم حاجه سوي صح الملبن على النار لمده ساعه مع التقليب من الحروف ومن تحت ومن النص جيدا، وبعد كده اروح جاي اهو واخده ده كده مصفيه كده، بص التفاصيل والحركات والتكات، وادي التفاصيل اهو قدامك، صفي. وبعد كده علقيه على الاستند اللي انت عامله، اي حاجه عندك في المطبخ اعمليها، تمام، سيبيه صفي. طب يا حسن انا هعمل محشي قشطه او ده، الملبن اللي انا سبته ده يبرد، بص يا السور، الملبن اللي هنا ده اللي انا صبيته واديته من تحت نشا وفوق نشا، اخده زي ما انت شايف كده وتعالى نخدمه. هخدمه ازاي؟ سيبها سيبها، هخدمه ازاي؟ احط نشا تحت ونشا فوق. بص بعد ما عملت وعود كده، تعالى بص، افرده بالنشابه بتاعتي عشان هحشيه قشطه او حلاوه او شوكولاته او تمر او عين جمل او فستق. بعد ما يبرد تاني يوم حط فوقه نشا وتحته نشا، وادي التفاصيل قدامك اهو. الملبن يا جمالك، ادي عندك الايه الحبل، الملبن الحبل، وادي الملبن اللي احنا هنحشيه قشطه. طلع الحشو يا حسن، يا عيوني، افردي افردي خالص، وهجيب لك اللي انا فرده بالسمك نص سنتي عشان ما الملبن ما يبقاش كتير. خدي بالك اهو، افردي زي العجينة البيتزا. تعالى موريك اللي انا فرده عشان وقتي بس، الاستاذ ياسر عمال يقول لي يلا تعالى اجيب لك اللي انا فرده، بص بسمك ايه، واحده واحده كده، واروح جايه واخداه. عندك قشطه، خدي بالك من التفاصيل اللي احنا فاردينه يا ياسر، تعالى بص كده، عندك شوكولاته، عندك قشطه زي ما انت عايز، او تمر. تعالى بص، حط كده جواه، ادي المفروض، وادي حته كمان، وتعالى واحده واحده كده اهو، خش يا حسن شيل الصينيه اللي واقعه دي من واحد بره، وطي يا ابو علي، بص اهو الرول، بص الرول اهو بلح او، واجيب السكينه بتاعتي عشان اقطع، واحدة واحدة كده، واروح جاية جايبة كمان الشوكولاتة أو القشطة زي ما أنت عايز. الشوكولاتة بصي
عامل الشوكولاتة البطرمان عاملها أصابع. بص قدامك أهو شوكولاتة، شوكولاتة حسن مع الملبن، دلع العيال. حاضر، أهم حاجة اعملي الملبن وخليه يكشف. تعمليه رول، محشي قشطة، محشي شوكولاتة، محشي تمر، محشي فستق، محشي عنجمل، أو حبل. التركات والحركات لا نسعى، انتظروني.